في البايرين في الهايلاندر، والبلاد فيزل ماشيه كده طالعه منه كده زي الشنبات، بالك عليها مستشفى عامله زي الشنب. مش كده بس، مش كل لنج كده، فيها حاجه اسمها فيشر، الفيشر نازل كده، الفيشر نازل كده. ها الفيشرز دي ممكن يتجمع فيها هنا شويه ميه، ها فتبني كده كانها خطين كده. قالوا عليها وصفهم واحد اسمه كيرلي، مش مهم الاسم، وقال لك عليها كيرلي بي لاين. كيرلي بي لاين يعني الانتر لوبر فيشر ده مليان ايه؟ قالوا مليان كيرلي، مش مهم قوي. هعمل له اي بي جي، هلاقي عنده هايبوكسيا. حتى مهم؟ ليه؟ مش عارف يعمل، بس على فكره ومعاه كمان هايبوكاميا. خد نعم، هو مش عارف يدخل اوكسجين، بس السي او 2 بيخرج من اي حته، اصل الديفيوزابيلتي اوف سي او 2 احسن من، هو مش عارف يدخل اوكسجين بس بيعرف يعمل وش. ولما يعمل وش يا ولاد السي او 2، لما يعمل وش للسي او 2 اصبح المريض ده عنده هايبوكسيا، ايوه تمام، وعنده هايبوكاميا. ليتر اون لو الموضوع سجين جدا يعني المرحله الثالثه، المرحله الثالثه لا عارف يدخل اوكسجين ولا عارف يطلع سي او 2، لو عنده هايبوكسيا او هايبر لغايه لما نراجع التشيست اسمه تايب 1، لما يبقى عندي هايبوكسيا او هايبر كاميا يبقى اسمه تايب 2 بايات الفيلم. يبقى اهم حاجتين اكس راي واي بي جي، اهم حاجتين اكس راي واي بي جي. نعمل اي سي جي يعني ما فيهاش دور قوي، بس نعمل ايكو ما يضرش اذا كان في مشكله في القلب طبعا. هنعمل ليبر فانكشن، رينال فانكشن لو كان ده السبب، سبيوتر لو كان في مشكله انفكشن، يعني انفستيجيشن على الكورن دي السبب. عايزين علاج ايه؟ عايزين مخ ولا عضلات؟ مخ ولا عضلات في العلاج؟ عضلات احفظوا، لكن المخ از تريتمنت اوف هارت فيلير، بس اختار من كل مجموعه الاقوى. طب ايه حاجه؟ هو كان يبقى عليك حاله ايه؟ بس خليك طبعا الميجرز انا معاك، يعني طب اول حاجه احجزه في المستشفى هوسبيتاليزيشن، ويا ريت بقى في الكارديا كير يونت. عارف اديله العيان متوتر جدا، اديله مورفيا، تقول لي ده بيعمل انهبيشن للسبايكو سنتر، اقول لك شويه بس هو كمان ليه بازو دايركتور اكشن، يعني هيهديه في نفس الوقت ايه؟ بازو دايركتور. عايز اعمل كير اوف ريسبيريشن، كير اوف هارت، عايز اعمل كير اوف سيركيوليشن. يلا عايزك تهتم بالثلاث حاجات دول او تريحني. يلا يا دكتور عايز اعمل كير للريسبيريشن، دي اوبشن صح، واي سيكريشن مش هتحط حلو على مستوى القلب، يديله جزء من الدوبامين. تحبه مين؟ دوبيوتامين. موافق جدا، موافق جدا. ممكن على فكره ديجوكسن اي بي، او ممكن اللي هو الامينو فيلين زمان، لكن هو طبعا اللي يقول لي دوبيوتامين بس والله العظيم ده اختصر ووفر وزي الفل وبيتكلم 100 100. عايز احافظ على السيركيشن، عايز اعمل له بازو دايزيشن، اخف اللود على القلب بتاعه، هديله مين في البازو ده؟ طبعا صوديوم، عايز حاجه انترا فينس طوارئ، يبقى انترا فينس صوديوم ناتروسايت. عايز اديله دايبيتكس، تحبوا تختاروا مين؟ ها طبعا فلوزامايد اللي هو الاقوى، هديله فلوزامايد اللي هو الاقوى، ولو دخل في ريسبيراتوري فيلر وقف المورك حطه على ديتريتور، اعمل له حاجه اسمها حاجه اسمها انترا اورتيك بالون كاونتر بالسيشن، هنشرحها كمان شويه، يعني حاجه تساعد القلب، ادي حاجات تساعده. بس الخلاصه يا اولاد، الخلاصه اعمل ايه؟ هوسبيتاليزيشن، هدي مورفين، ريسبيريشن، اوكسجين انهاليشن، واعمل اوزوريز لاي سكريشن. الهارت هديله بوست نوتروبيك، اشهرهم دوبيوتامين، امينو فيلين ماشي. السيركيوليشن هدي بوست دايريتور سوديوم نيتروبوسايد، وهدي دايريتكس اللي هو اللازكس، ميكانيكال فنتيتور لو افتكته. ممكن اعمل له حاجه اسمها انترا اورتيك بالون كاونتر بوزيشن، ممكن اعمل له فيني سكشن اخد منه درد، انا خفت الضغط شويه فاهمني ولا لا؟ العلاج بتاعها مهم والكلام مهم، والعلاج علاج السبب، لو في انفكشن عالج الانفكشن، لو في لمفاتيك اوبستراكشن سلكها كده، يعني اقعد اصلا مش بتكلم على الكار على الهارت بس، انا بتكلم عليها عموما، لو في سبب عالج السبب، لو في مشكله عالج المشكله ده في الاساس. طيب الكلمه الثانيه، لو انا عندي ريفراكتوري هارت فيلير، هارت فيلير doesn't respond to traditional treatments. يعني جات لي حاله هارت فيلر واديت له علاج يا ولاد وعماله هاير ولا فيها ظبط وما فيش حاجه مفيش نتيجه. العلاج ما بيخلصش. يبقى اسمها ايه؟ ريفراكتور اللي هو كلاس كام؟ دي. كلاس دي اللي هو اسمه ايه؟ مش كان فيه فور كلاسز؟ ده كان دي ريفراكتور ما يستجبش للتراديشنال. قد يكون السبب هو بيرزيستنس اوف ريسك فاكتور او بيرزيستنس اوف ذا كوز او بريزنس اوف ميكانيكال فاكتور، هقول لك يعني ايه، او يكون اصلا العيان ده العيان متعب، يعني ها اللي هو عندي ها امبروبر ها تريتمنت، هقول لك ازاي، او الحاله تبقى ادفانسد لا بايدي ولا بايدك، كلمه يكون عندي ميكانيكال فاكتور. ما رايكم واحد عنده اورتيك ستينوزس وعامل لي باك بريشر على ليفت الاكتيف وحصل فيه هايبرتروفي بيحاول يقاوم بس مش قادر،
طب انا ادخل في هارت فيلير، هو انا ينفع اعالج هارت فيلير من غير ما اغير صمام الاورطه؟ بلاش دي يا اولاد. حد عنده بريكارديال ديفيجن او كونسلكت بريكارديتس؟ انتركير وسبيرنج او فنتركل، هل ينفع نحكم على الفنتركل؟ يبقى لابد ان انا اشيل ميكانيكال فاكتور از اورطه كيستونال اور بريكارديال. خسر الفكره الثانيه برزيستنس او بريسبوزنج فاكتور او بريسبتيتنج فاكتور. بريسبتيتنج فاكتور انفكشن، عالج الانفكشن كويس وبعدين تعالى نتكلم. ها ممكن يكون برزيستنس او بزيكوز عنده هايبر تنشن، معلش هايبر تنشن يبقى لازم اعالجه الاول. البروبر تريتمنت بدي جرعات قليله، العيان ما بيستريحش يا ولاد. ها البروبر ريست، العيان ما بيسمعش كلامي في الاكل، عمال ياكل ملح وميه وعكك الدنيا. في هذه الحاله لابد ان انا اضغط على العيان اكتر، يبقى لازم اعمل له جود كنترول. او ساعات تبقى لابيني ولابيلك بقى، يعني واحد حصل له مايوكارديال انفاركشن ومسك وخد مساحه كبيره، واحد عنده دايليتد كارديو مايوباثي وخلاص الموضوع مستير مش بي. لا بايدي ولا بايدك، يعني الحاله كبيره علينا كلنا. طيب ازاي تعالج الريفراكتور هارت فيلير؟ عالج كل حاجه، ها شيل الميكانيكال فاكتور، شيل البريزنتيتنج فاكتور، شيل الكوز، احجزه في المستشفى، اعمل له كنترول الاكل كويس، اربطه بالسرير، اعمل له ريست، واخد بالك؟ ها ابدا ظبط له الجرعات بتاعه الادويه بتاعته مظبوطه، تابع العيان كويس، لو كانت الحاله لا بايدي ولا بايدك هنجهز له حاجه اسمها ترانسبلانتيشن. بس عشان تدخله في ترانسبلانتيشن دي لازم تعيشه شويه، عايشوا شويه زي في فكره كده عملوها احب ان انتوا تفهموها. يعني لو ده كده يا ولاد لب سايد اهو. احنا قلنا امبارح حاجه ان فوق الاورطه كده على طول في البلزالبا اللي طالع منها الكورنرز اللي هم رايت وليه وليه. حلو كده؟ اثناء السيستوليك ده بيمشي البريشر بيعلى، يروح قافل مين؟ راح في الاورطه. ها فبالتالي يتملي الكورنر. حلو كده؟ ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا يا شباب. دلوقتي انا ماشي كده في الشارع فلقيت واحد مرمي على الارض كده عنده 60 70 سنه واهله راجعين وصعب عليا جدا، ولقيته خاسس وتعبان وشكله وعينيه مش عارف مالها ونازلك سكين وعنده ديهايدريشن وجفاف ووجع كل حاجه. فانا اخدته عندي في البيت وقعدته في اوضه محترمه في الحمام كويس، وبدات ازيد يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. هتيجي بعد الشهر لما تشوفه مش هتعرف، مش هو ده اللي كان في الشارع اصلا انا اهتميت بيه. فاهمين حاجه ولا لا؟ نفس الفكره عايزين نعملها. عايزين نعمل ايه؟ هنركب قسطره. حلو كده؟ دخلنا القسطره من الفيمورال ارتري، فضلت ماشي 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 لغايه لما جيت وقفت في المكان ده هنا بالظبط، وحط داخلها بالونه بس انا بدخل البالونه الهوائيه. حلو كده؟ وبعدين يبقى انا ركبت حاجه اسمها انترا اورتك بالون. بالون كاونتر بارسيشن يعني ايه؟ الفنتريك بيعمل ايه؟ كونتراكشن، بيجي يضخ الدم كده، فالدم يمشي. حلو كده؟ اه. وبعد كده يجي يعمل البريشر يعلى في مين الاورطه في الدايستول. في الدايستول اروح انا في البالونه، حاجه كمبيوترايز يعني يشتغلوا عكس بعض. يعني اثناء الدايستول بركب ايه؟ مش اثناء الدايستول في دم قاعد هنا، يبقى انا خليت الدم اللي قاعد في المكان ده كميته ايه؟ كبيره، فيحصل جود فيلنج لمين؟ طب لما العضله بتاعت القلب تتغذى وتتغذى وتتغذى بعرف تشتغل بعد شويه، يبقى كل شويه اعمل له حاجه اسمها ايه؟ انترا اورتيك بالون كاونتر. عايز ترجمه انترا اورتيك بالون بالونه كاونتر بوزيشن، يعني انا بنفخ اثناء الدايستول وبهويها اثناء. ولا انتوا فاهمين اي حاجه؟ والله فاهمين. يبقى انا غذيت مين؟ ولما القلب يتغذى هيدي تكافى فكره في فتره مؤقته لغايه لما ايه؟ لغايه لما اجهزه. بس مش لاقي في ترانزر بوزيشن مش هنلاقي قلب على الناس كل واحد. بس ممكن اجيب لك قلب كبير ملوش مكان، او قلب صغير اللي هو عندي ربع يعني برضه حتى ترانزر بوزيشن دي محتاجه ايه؟ محتاجه وقت، واخد بالك؟ محتاجه وقت. لكن هي الاخر الحير يعني الفاكتور هارت فيلر والاكيوب بالمونري دي او ترمنال هارت فيلر الحل بتاعنا طبعا لابد ان احنا نعمل ترانسفير مختش. حلو كده؟ بص يا دكاتره في تنبيه مهم، الناس اللي هم بيحضروا مراجعه نظري هيحضروا محاضرات النظري العملي عشان انا هشرح فيها السيمبلتول، هشرح الديسني، هشرح السنكوب والتشست بين والحاجات دي، فهتتشرح في العملي فهنحضرها في محاضرات العملي عشان ما تاخدش مننا لود يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه احتمال بقى لو احنا كده ما عرفناش نظبط الدنيا عشان المواعيد والراوندات والكلام ده، احتمال هناخد جمعه واحده من الاربع جمعه. جمعه نقعد نحل فيها اسئله فقط عشان بس ما هو 10 جمعه.